السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في حلقة جديدة من الملعب. إلى العناوين. الرئيس العام يعفي الأندية والاتحادات من 18 مليون ريال، ويجتمع مع الإدارة المؤقتة بطلب من بلاتر. الأمير نواف بن فيصل: المنشطات خط أحمر ومرجعها اللجنة الأولمبية. الرابطة تطلب اجتماعا مع لجنة الرقابة على المنشطات. السعوديون خارج قائمة الأفضل في آسيا. تكتل سعودي قطري إماراتي في جدة لتعديل الدوري الآسيوي. جماهير النصر: فريقنا مختلف والاتفاقيون جلال ظلمنا. رئيس نادي أبها: هؤلاء أوقفوا منشأة النادي. من العناوين إلى تفاصيل هذه الحلقة الكثيرة، وقبل ذلك نرحب بضيفينا في الاستوديو: الكاتب الاجتماعي وأحيانا الرياضي اللاعب السابق الأستاذ صالح طريقي. مساء الخير أستاذ صالح. مساء النور، حياك الله. الضيفنا الآخر من جدة، اللاعب الدولي السابق الإداري السابق محلل القنوات الرياضية السعودية، الكابتن حمد الصنيع. مساء الخير كابتن. مساء النور أبو تركي، مساء عليك وعلى الأخ صالح وعلى كل المشاهدين. أهلا بكم في